في استمرار للتعالي الأوروبي واحتقار كل ما هو عربي، أحزاب المعارضة في اليونان تثير ضجة كبيرة بسبب المملكة العربية السعودية العظمى. الحزب الحاكم في اليونان يتعرض حالياً إلى انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة بعد صدور تقرير من موقع بوليتيكو جاء فيه أن المملكة العربية السعودية تقدمت بعرض مالي لكل من اليونان ومصر من أجل تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. الحزب المعارض اليوناني الأساسي سيريزا من ائتلاف اليسار الراديكالي دعا الحزب الحاكم الديمقراطية الجديدة إلى كشف تفاصيل الاتصالات الشخصية بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حزب سيريزا قال في بيان له إنه في ضوء فضيحة قطر جيت التي هزت البرلمان الأوروبي، هناك ضرورة أكبر لتقديم توضيحات حول هذه المسألة، وهنا يظهر جليا أن بعض الأوروبيين لم يستفيقوا بعد من صدمة تفوق العرب من خلال دولة قطر في تنظيم كأس عالم كانت أنجح دورة على الإطلاق في تاريخ المسابقة. ويضيف البيان الذي أصدره حزب سيريزا: نريد معرفة سبب منح اليونان الاسم التجاري القوي لدولة أوروبية مرادفة للحرية والديمقراطية سبب منحه للمملكة العربية السعودية. وهنا نسأل هذا الحزب: عن أي اسم تجاري قوي تتحدثون وترفضون منحه للسعودية؟ أليست اليونان عنوانا للفساد المالي والرشاوة في أوروبا؟ أليست السعودية هي التي كان من المفروض أن تفكر ملياً قبل أن تقرن اسمها باليونان؟ السعودية التي أصبحت اليوم عنواناً للاستثمارات القوية والتطور وأصبحت متموقعة في خارطة نظام عالمي جديد في طور التشكل، ما كان لها لتفكر أصلاً في تقديم هذا العرض لدولة كانت حتى الماضي القريب تتسول المساعدات بفعل إفلاس نظامها الاقتصادي الفاسد. من جهته تساءل ائتلاف اليسار الراديكالي اليوناني عن الغرض والهدف من محاولة استضافة كأس العالم بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية. أما الحزب الاشتراكي المعارض باسوك فقد رفض بشدة تقديم ملف مشترك مع السعودية. وقال مسؤول في الحزب: لا يمكن تنظيم أحداث مثل بطولة العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية إلا مع البلدان التي نتشارك معها مجموعة قيم مشتركة ولدينا فهم مشترك للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. لهذا الحزب أيضا نقول: حتى نحن أتمنى من السعودية أن تسحب هذا العرض السخي، فما فائدة القيام باستثمارات ضخمة في اليونان وضخ مليارات من الدولارات في اقتصاده مع وجود طبقة سياسية فيه متعالية ومتكبرة وترفض أن يقرن اسم بلدها باسم المملكة العربية السعودية؟ يذكر أن موقع بوليتيكو الذي نشر التقرير حول العرض السعودي كشف أن الرياض اقترحت تحمل كافة تكاليف مشاريع البنية التحتية لليونان ومصر للمساعدة في استضافة الحدث الرياضي الضخم في البلدان الثلاث، لكنها في المقابل ستستضيف 3/4 مباريات البطولة. وأشار التقرير إلى أن العرض السعودي الذي تقدر كلفته بمليارات اليوروهات تمت مناقشته خلال محادثة بين بن سلمان وميتسوتاكيس في صيف 2022. الحكومة اليونانية نفت تفاصيل ما جاء في تقرير بوليتيكو، لكنها أكدت وجود اتصالات بين الدول الثلاث أي السعودية ومصر واليونان. نائب وزير الرياضة في اليونان ليفيتريس أفغيناكيس قال في تغريدة على تويتر: تقرير بوليتيكو حول شراء السعودية لليونان من أجل استضافة كأس العالم 2030 مليء بالمعلومات غير الدقيقة. الاتصالات جارية بين البلدين ومصر، لكنها لا تزال في المراحل الأولى من استكشاف احتمالات تقديم عرض. تقرير موقع بوليتيكو لم يحدد ما إذا كانت اليونان قد حسمت أمرها لقبول العرض السعودي، لكنه يشير إلى أن البلدان الثلاث
تعمل على تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، الأمر الذي أدى إلى تعرض اليونان لانتقادات كبيرة.